هي القناعة التي حاول الهلاليون إيصالها أن الكرة الزرقاء ما زالت تدور رغم دوران النجوم. الزعيم يزيد جراح الأهلي جروحا أربعة. التفاصيل. بدأ اللقاء بطمع موج وجدية إمبراطور. الأهلي دق جرس الإنذار من عرضية خدعت شراحيلي مثلما خدعت فيكتور، والمرمى الأزرق ينال سلامته مثلما نال مرمى الأهلي سلامته من رد القحطاني عبر خطأ حر. ومن الزاوية يظهر الراقي عبر معتز، وبكعب راقي شباك الأزرق تهتز. الأهلي ينجح في إثارة الجنون من لقطة راقي، لقطة معتز الموسى الأجمل. الأهلي هدف موسى في الدقيقة العاشرة على بداية زمن الشوط الأول من المباراة، ببرودة أعصاب تماما، ببرودة أعصاب من معتز الموسى على طول اللي بيلعبها بكعبة في وسط غفلة دفاعية تماما. فيضان الغضب الأزرق يحاول الرد، لكن فيضان ياسر يصطدم بسد المسيليم. يعود الراقي مجددا بمرسول جديد، لكن الرسالة بلا هدف. هي الثواني فقط ويتسلل الفرج، ينتظر كرة مغربية يستقبلها بصدره ويسددها من أعماق قلبه. تلك هي هدية العقود الجديدة. بهدف القلب يعود الزعيم للنتيجة الحبية. شوط التعادل ينتهي. يا بالفرج بعد ما وقع، ليحل شوط آخر عنوانه أزرق وكتب بالأزرق ونسج جملا زرقاء تعبر عن الفوز. 6 دقائق فقط يظهر فيه الهلال بشعار كتالوني. القرني إلى ياسر إلى الدوسري إلى صانعة قذائف برازيلية أطلقت فأدمت الشباك بدم أخضر. عقاب ويسلي يقلب 1000 طاولة. لوفيز يستمع لك يا عدنان يا حمد. الله، يا سلام يا سلام. سلم. هدفين للزعيم الذي لم يدع للأهلي التقاط الأنفاس. ثواني فقط ليظهر اللون الكتالوني مرة أخرى، يكمل لوحة هدف أزرق. ويسلي إلى سلمان إلى ياسر الذي لمح الزوايا فأهداها كرة، وأهدى جماهيره سهما جديدا ورفع أسهم الهلال إلى 3. ياسر القحطاني بتوقيع برازيلي وبصناعة زرقاء من القحطاني اللي بيسجل الهدف 9 والهدف. صدمة أصابت الراقي فلم يستطع أن يعود، وما كان ينقصه إلا تسديدة المغرب هرماش التي واجهت عطف المسيليم على جماهير الراقي. حاول بعدها الجيزاوي أن يعيد الأهلي للصورة، لكن الكاميرا رحلت بعيدا. حتى محاولات كامل المر لم تثمر إلا بطاقة صفراء عقاب التمثيل، ليدخل الكوري في آخر الدقائق بغية المشاركة في احتفال الهلاليين. مشاركته احتوت على هدف ضمنت احتفالية بالأربعة. خلصت المباراة بتوقيع كوري. خلصت المباراة. الزعيم يحصد ما أراد من النقاط، يصيح بالصوت العالي أن الهلال هو النجم الأول الذي يحتوي على نجوم. عمل الزعيم وأنجز، وبفن الكرة أعجز، فكان أهل الفوز الأميز. مبروك للزعيم. لبرنامج الهدف، إبراهيم المدير.